المشكلة عندنا دلوقتي كان صدر قرار من السيد المحافظ بعمل فترة طبعا القرار صدر من السيدة الدكتورة مديرة مديرية التربية والتعليم بعمل فترة مسائية في المدارس الرسمية للغات في الجيزة. احنا بنقدم هذه الاستغاثة للسيد رئيس الجمهورية الأب الرسمي والراعي الرسمي لكل المصريين، ونعلم ان لو وصلت الاستغاثة دي لسيادة رئيس الجمهورية هيتصدى بيها بنفسه ومش هيقف. الولد لما يخرج الساعة 12 الظهر، لما الولد يخرج 12 الظهر احنا اللي بنجيب اولادنا من المدارس، ما كلنا شغالين 90% من اولادنا في المدارس، اولياء امور معاهم فتره مسائيه فتره صباحيه. ايه شخطه الناس دي؟ ليه حد راح يحاجبها؟ احنا عايزين نتكلم فيها حته ان مش كل اداره الجيزه ماشيه على نظام واحد. انا بنتي في صلاح سالم، هم رافضين ان هم يخلوها بعد الظهر، ده حق المدرسه، تبقى مدرسه هي اللي ضيعت حقها لما هي توافق ان يبقى في بعد الظهر. وفصل بنتي يبقى 85 في حين اختها 45 عيل، وده بالعافيه العيال مستحمله، يبقى ظلم العيال اللي داخلين اولى ابتدائي.